الاعتراف بصعوبة الحوار مع روسيا لا يلغي ضرورة استمراره للتوصل إلى اتفاق سياسي مع موسكو. خلاصة اجتماع حلف شمال الأطلسي الذي شدد على ضرورة احترام سيادة كل دولة وحريتها في الانضمام إلى الحلف، بل وفي حق وجود الناتو في شرق أوروبا منطقة النزاع بين روسيا والغرب. أعاد الحلفاء من جانبهم التأكيد على سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو وحق كل دولة في اختيار الترتيبات الأمنية الخاصة بها، كما أوضح الحلفاء أنهم لن يتخلوا عن قدرتهم على حماية بعضهم البعض والدفاع عنهم، بما في ذلك وجود قوات في الجزء الشرقي من التحالف. ولم يفوت الحلف الفرصة لتكرار اتهاماته لروسيا التي وصفها بالمعتدية واتهامها بالاستمرار في التصعيد، فالأزمة بحسب المنظمة الأطلسية هي نتيجة لتصرفات روسيا، اتهامات فندها المسؤول الروسي. سياسات الناتو باتت غير مقبولة بالمرة لموسكو، وعموما إذا لم نستطع التوصل إلى تفاهمات مع الناتو فنحن مستعدون لكل الخيارات، نسعى للحلول السياسية لكل الأزمات، وعلى الطرف الآخر العمل وفق هذا المنظور. هذا التصعيد اللفظي لم يمنع الحلف من التأكيد على وجود اتفاق لعقد سلسلة من الاجتماعات مع موسكو مستقبلا حول مجموعة متنوعة من القضايا الاستراتيجية، لقاءات يتمنى قادة الحلف أن تساهم في نزع فتيل خطر اندلاع صراع عسكري جديد في أوكرانيا. المحادثة هنا شكلت خطوة أولى في اتجاه عودة روح العلاقات بين روسيا والناتو من جهة، وتهدئة مخاوف الأوروبيين من إقصائهم من لعب دور في ملف يخص قارتهم من جهة أخرى. محادثات يسعى الغرب من خلالها إلى فرض الدبلوماسية كحل وحيد للنزاع في أوكرانيا ولأي أزمة مع روسيا. لبيب فهمي، العربي، بروكسل.